المشاكل. احنا مثلا الوزاره مثلا قدمت لنا، قدمنا طلب باسمنا كفريق او ديوانيه مثلا على سبيل المثال فرضا، نقدمه للوزاره، يا انتم ما عندكم بالديوانيه مثلا فد مخزن معين، خزين توفر لي المشتل. فالمشات اللي موجوده بالديوانيه كانت على هبه الاستعداد انه تستقبل هذا الشيء. ممكن ونباشر استاذ محمد، لان قلت خلي يقدم طلب نعم باسم فريق متكاتفون من اجل الديوانيه وباسمه ما تثبت به رقم تليفون يوجه للسيد الوزير لتزويدهم بعدد من الشتلات. ممتاز. شوف الرقم اللي تخليه انت. انا اتوقع هم يحددون الرقم او مثلا دائرة البستن بالديوانية تحدد الرقم، تكون علميا افضل منطقيا افضل. انا على مود الاستعجال حتى طلب اخذ للسيد الوزير حتى باسم اهل الديوانية كمبادرة لتشجيع مثل هذه الحملات اللي يقومون بها شباب الديوانية. نعم. السيد الوزير دائما متفاعل وانت تعرفه يعني اكيد يتفاعل مع مثل هذه الامور، والديوانية ايضا محافظة هو شبابي وهو روحية فعلا. شبابية أكيد. وداعم للشباب فيقدم طلب اخذ ان شاء الله بيدي ثبت لي رقم التليفون حتى اذا صار هامش تحول الى دائرة البسنة مديرية البسنة تخاطب دائرة البسنة في محافظة الديوانية بعدها للشتلات اللي تحتاجها كاعتبرها خطوة اولى مرحلة اولى واستمر بها إن شاء الله.